السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نقدر نعمل فورمات لأجهزة الـ MTK بطريقة مجانية من خلال الأداة بتاعتنا. طبعا لازم نكون عارفين إن أجهزة الـ MTK شاملة بقى أجهزة أوبو وريلمي وإنفينكس وتكنو، فمش فارق خالص الجهاز اللي احنا بنشتغل عليه إيه أو البراند اللي احنا شغالين عليه إيه. الفكرة كلها ان انت بتتعامل مع معالج الام، ومعالج الام تي كي فيه كل البراندات اللي موجودة في السوق، سواء انفينكس سواء تكنو اوبو ريلمي، كل البراندات موجودة في معالج الام تي كي. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل فورمات او عمل ضبط مصنع وازالة حساب جوجل بطريقة مجانية من خلال الاداة بتاعتنا. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زر الاشعارات علشان يوصلكوا اي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا، اهلا بيكم معانا النهارده مره ثانيه، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل فورمات لاجهزه اوبو وريلمي. وطبعا كل معالجات الام دي كي اغلبها، يعني مثلا نقول 90% من اجهزه الام دي كي بطريقه سهله جدا من خلال الاداه بتاعتنا. اول حاجه طبعا بيكون محمل الاداه، وهتلاقي الرابط بتاعها موجود تحت الفيديو، وبعدها هنبدا نفتح الاداه كمسؤول زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما تفتح معانا الاداه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، دي واجهه الاداه. انت بقى هنا بيجي لك خيارات كتير لعمل ضبط المصنع. اول حاجه مثلا عندنا هنا في اول خيار انك تقدر تعمل ضبط مصنع وتسيب البيانات موجوده على الجهاز، وعندنا هنا عمليتين لنفس الطريقه، بحيث لو في معالجات مش مدعومه هنا هتلاقيها موجوده او مدعومه في العمليه الثانيه. بعد كده تقدر تعمل ضبط مصنع كامل للجهاز، يعني تقدر تعمل ضبط مصنع بحذف البيانات بكله من الايقونه دي. طبعا تقدر تعمل ازاله لحساب جوجل لوحده من هنا. طيب احنا عايزين نعمل ضبط مصنع بدون حذف البيانات، ومعانا جهاز ريلمي هنبدا نجرب عليه الطريقه بالظبط. طيب اول حاجه بنعملها ايه؟ اول حاجه بنعملها بنروح للاداه ونختار العمليه اللي احنا عايزين نقوم بيها. فانا دلوقتي عايز اعمل ضبط مصنع او اعمل فورمات للجهاز بدون حذف البيانات، فبختار الايقونه الاولانيه، وبعد كده بضغط على كلمه ستارت، وبعدها ابدا استنى لما يقول لي ويتنج فور ديفايس زي ما حضراتكم شايفين. بعدها بجيب الموبايل بتاعي زي ما حضراتكم شايفين، ويكون مقفول الجهاز فاصل. تمام، كل اللي انا بحتاجه زرار رافع الصوت وخفض الصوت، بضغط على الزرارين مع بعض زي ما حضراتكم شايفين، بفضل ضاغط عليهم كده وابدا اوصل كابل اليو اس بي. افضل ضاغط على زرارين رافع الصوت وخفض الصوت زي ما هنشوف مع حضراتكم كده بالظبط، خلال لحظات بسيطه جدا كده انا شيل صباعي خلاص. اول ما شيل صباعي كده الجهاز اتفرمت وما حذفش البيانات، وعمل لي ازاله للرمز الخاص بالشاشه زي ما حضراتكم شايفين. كده العمليه خلصت، اقدر اشيل الكابل واوصله تاني وافتح الجهاز. فزي ما حضراتكم شايفين الاداه سريعه جدا، مفيش اي مشاكل خالص. اهم حاجه نعتمد عليها في شغل على الاداه دي تعريفك يكون سليم، طبعا الكود البرمجي، الكود اللي تم برمجه الاداه عليه كود نظيف، يعني شغل انت فيروس عادي، اعمل اللي انت عايزه براحتك خالص، الاداه مفيش فيها فيروس. تاني حاجة لازم تنزل تعريفاتك بشكل سليم. بعد كده الأداة هتعمل لك كل حاجة بإذن الله وبضغطة واحدة وبطريقة مجانية. وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.